استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وزراء خارجية وممثلي كل من تونس، مصر، تشاد والنيجر والسودان، إضافة إلى مالي، مباشرة عقب مشاركتهم في الاجتماع التشاوري لآليات دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر. السيد الرئيس شدد خلال اللقاء على عزم الجزائر بذل كل ما بوسعها لحقن الدماء في ليبيا الشقيقة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، وذلك بتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين وحثهم على وقف الاقتتال والرجوع إلى طاولة حوار ليبي ليبي يحفظ وحدة الشعب ويضمن سيادته على كافة ترابه، مشيرا في هذا السياق إلى النتائج الإيجابية التي خلص إليها مؤتمر برلين، لا سيما ما يتعلق بتثبيت الهدنة وحظر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية، ومؤكدا على أهمية دور دول الجوار الليبي التي تعاني هي الأخرى من هذا النزاع ومن انعكاساته الوخيمة على استقرار المنطقة وأمنها. هذا وخلص سيد الرئيس إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف التشاور بين هذه الدول ومع الفاعلين الدوليين لأجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للأزمة. من جانبهم عبر الوزراء المشاركون في اللقاء عن تشكرتهم للسيد الرئيس على المبادرة بهذا اللقاء وأبلغوا تحية نظرائه، وعبروا عن اهتمامهم بإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وقلقهم العميق بخصوص التدخلات الأجنبية والدعم العسكري للأطراف المتنازعة، وكذا إفادوا مرتزقة وإرهابيين ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، الشيء الذي ينعكس سلبا على أمنهم واستقرارهم. كما كان هذا اللقاء سانحة لتباحث السيد الرئيس مع السادة الوزراء حول مسائل ذات طابع ثنائي، وطلب منهم تبليغ رؤساء دولهم عبارات التقدير والمودة والاحترام ونيته الصادقة تعميق وتكثيف التعاون الثنائي مع دولهم.